السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا صغاري؟ عرفت أنكم أحببتم الدرس السابق كثيرا، أليس كذلك؟ سنكمل اليوم في هذه الوحدة وسنبدأ بالدرس الثاني، تفسير البيانات الممثلة بالصور. سنقوم اليوم بالنظر إلى الجدول الممثل بالصور، وسنتعرف من خلال الجدول إلى مجموعة من البيانات. سأساعدكم اليوم في معرفة بعض البيانات عندما تنظرون إلى هذا الجدول. هنا لدينا مجموعة من الخضروات المفضلة لدى مجموعة من الأشخاص. سننظر إلى المفتاح، كل حبة تعني استجابة واحدة، يعني شخص واحد. كل حبة تعني شخص واحد، استجابة يعني شخص واحد. ما هي أنواع الخضروات التي أمامنا؟ انظروا، البازيلا، الكوسة، الفاصوليا، والبطاطا. لدينا أربعة أنواع، كل نوع أمامه رسم معين يدل عليه. عدوا معي، كم شخص يفضل البازيلا؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. إذن ستة أشخاص يفضلون البازيلا. عدوا معي الكوسة، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. إذن خمس أشخاص يفضلون الكوسة. الفاصوليا، لدينا ثلاث أشخاص. البطاطا، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، يفضلونها عدد كبير، سبع أشخاص يحبون البطاطا. أيها أكثر؟ أحسنتم، البطاطا. أيها أقل؟ رائع، الفاصوليا. الآن سنقرأ الأسئلة. ما عدد أنواع الخضروات المعروضة؟ قلنا أنها أربعة، أحسنتم. ما مجموع الأشخاص الذين يفضلون البازيلا والبطاطا؟ انظروا إلى البازيلا، ستة، والبطاطا، سبعة. نقوم بجمعهما معا، ستة زائد سبعة، رائع، ثلاثة عشر. الآن السؤال الثالث، كم يزيد عدد الأشخاص الذين يفضلون الكوسة على عدد الذين اختاروا الفاصوليا؟ يفضلون الكوسة عددهم خمسة والفاصوليا ثلاثة، كم تزيد الكوسة على الفاصوليا؟ أحسنتم، بشخصين، رائع، أحسنتم. كيف عرفنا كل هذه المعلومات؟ أنتم رائعون، من خلال هذا الرسم. إذن عندما أنظر إلى الرسم أعرف الكثير من المعلومات. لدينا هنا مثال جديد، وهذا مثال مليء بالألوان. لدينا هنا اللون المفضل، الأحمر، الأزرق، الأخضر، والأصفر. كل رسم يعبر عن شخص واحد. عدوا معي عدد الأشخاص الذين يفضلون الأحمر. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. إذن ستة أشخاص يفضلون اللون الأحمر. هل تحبون اللون الأحمر؟ الآن أكملوا الأزرق، كم عدد الأشخاص؟ رائع، خمسة، هيا تأكدوا، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمس أشخاص. الآن عدوا اللون الأخضر، هيا أنتظركم، ممتاز، إنه ثلاثة. الآن اللون الأصفر، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. إذن أربع أشخاص يفضلون اللون الأصفر. أي لون هو المفضل لدى أغلب الطلاب أو أغلب الأطفال؟ أحسنتم، اللون الأحمر. أيها أقل؟ اللون الأخضر، رائع. الآن سننظر إلى هذه الأسئلة، كم يزيد عدد الذين يفضلون الأحمر على عدد الذين يفضلون الأخضر؟ ها هو الأحمر، ستة، الأخضر، ثلاثة، كم يزيد؟ أحسنتم، يزيد عنه بثلاثة أشخاص. ما عدد الطلبة الذين يفضلون الأخضر أو الأصفر؟
قلنا أن الأخضر 3، أما الأصفر 4، أيهما أكثر؟ رائع، الأصفر طبعاً. ما مجموع الطلبة الذين سألتهم؟ ماذا سنفعل؟ أحسنتم، سنقوم بعملية الجمع. سنجمع 6 زائد 5 زائد 3 زائد 4. هيا اكتبوا 6 زائد 5 زائد 3 زائد 4. من منكم يستطيع أن يجمعها ويقول لي الناتج؟ هيا يا صغار. أحسنتم، إنكم سريعون جدا في الجمع. إنها كم؟ 18. أحسنتم، نكتب 18. الآن افتحوا الكتاب على الدرس الثاني، تفسير البيانات الممثلة بالصور. اكتبوا اليوم والتاريخ. هنا لدينا الشهر المشمس، شهر آذار. في الشهر 4 أسابيع، الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني، الأسبوع الثالث، والأسبوع الرابع. كل شمس أو كل رسم يمثل يوما واحدا. الآن انظروا إلى الأسبوع الأول، كم عدد الأيام المشمسة في الأسبوع الأول؟ أحسنتم، 3 أيام. كم عدد الأيام المشمسة في الأسبوع الثاني؟ عدوا، 1، 2، 3، 4، 5. إذن لدينا 5 أيام في الأسبوع الثاني، كانت أياما مشمسة. أما في الأسبوع الثالث، عدوا، إنها يومان فقط. الأسبوع الرابع، يوم، يومان، 3، 4. كان لدينا 4 أسابيع مشمسة في 4 أيام مشمسة في الأسبوع الرابع. كيف حصلت أنا على هذه المعلومات؟ أحسنتم، من خلال هذه البيانات الممثلة بالصور. إذن قمنا برسم الشمس للدلالة على اليوم المشمس. إذن نستفيد من البيانات مثلا أن أكثر أسبوع كان مشمس هو الأسبوع الثاني، أقل أسبوع كان الأسبوع الثالث. أحسنتم، ما عدد الأيام المشمسة مثلا في الأسبوع الأول؟ أحسنتم، 3 أيام. وهكذا نستفيد من هذه البيانات الممثلة بالصور بأن نعرف أكثر عدد من المعلومات بطريقة سهلة. الآن لدينا هذا الرسم. اللون الذي يفضله أكبر عدد من الطلبة هو اللون الأحمر. انظروا إلى الجدول، أحمر، أخضر، أسود، كل نجمة تمثل شخصين. إذن هنا كل رسم يعبر عن 2. إذن عدوا، 2، 4، 6، 8، 10، 12. إذن 12 شخص يفضلون اللون الأحمر. الآن انظروا إلى اللون الأخضر، عدوا 2، 4، 6، 8. إذن 8 أشخاص يفضلون الأخضر. أيهما أكثر، الأحمر أم الأخضر؟ أحسنتم، الأحمر. أيضا هنا يفضلون اللون الأحمر. أما اللون الأسود فعدد الذين يفضلونه، عدوا معي، 2، 4، 6، 8، 10. إذن 10 أشخاص يفضلون اللون الأسود. الآن أريد أن أسألكم سؤالا، كم يزيد عدد الذين يفضلون الأحمر على الأخضر؟ أحسنتم، هنا قلنا أنه 12، وهنا 8. إذن كم يزيدون؟ يزيدون 4 أشخاص. أحسنتم، أيها أكثر؟ قلنا الأحمر. الآن كم عددهم جميعا؟ هل تستطيعون أن تعرفون؟ أحسنتم، نقوم بالجمع.
عشرة واثنى عشر وثمانية قوموا بجمعها. سنحصل على ثلاثون. أحسنتم، هذا سهل أليس كذلك وممتع جدا. ماذا يعني تفسير البيانات الممثلة بالصور؟ يعني أن نعرف المعلومات عند النظر إلى هذا التمثيل. الآن افتحوا الصفحة التالية. ما هو العصير الذي يفضله أكبر عدد من الطلبة؟ أحسنتم، البرتقال. لدينا برتقال، جزر وعنب. عدد الطلبة الذين يفضلون الجزر، كل رسم يعبر عن اثنان، إذن لدينا أربعة. عدد الطلبة الذين سئلوا عن عصيرهم، نقوم بجمع هذا كاملا. اثنان، أربعة، ستة، ثمانية، عشرة، اثنى عشر، أربعة عشر، ستة عشر، ثمانية عشر، إذن ثمانية عشر طالبا. كم يزيد عدد الطلبة الذين يفضلون عصير البرتقال على الطلبة الذين يفضلون عصير العنب؟ أحسنتم، ثمانية في عصير البرتقال والعنب ستة، إذن ثمانية ناقص ستة يساوي اثنان. الآن هنا لدينا رسم جديد، لدينا ألوان للعيون بعض الأطفال، ألوان عيون بعض طلاب الصف الثاني، أخضر، أسود وبني، أيها أكثر؟ أحسنتم، اللون البني. أيها أقل؟ أحسنتم، إنه الأخضر. عدد أو مجموع عدد الطلاب الذين عيونهم خضراء وبنية، الأخضر يمثل، قلنا أن هذه الاستجابة تمثل ثلاثة، انتبهوا جيدا إلى المفتاح، كل رسم يمثل ثلاثة أشخاص، إذن 27 شخصا. الآن ما عدد الطلبة الذين عيونهم ليست سوداء؟ انظروا، ليست سوداء، فكروا جيدا في حل هذا السؤال. الأخضر ستة، أما البني فواحد وعشرون، إذن عيونهم ليست سوداء، يعني ستة زائد واحد وعشرون يساوي سبعة وعشرون طالبا. انتهى درسنا لهذا اليوم، قوموا بنقل الإجابات إلى دفاتركم. إلى اللقاء يا صغاري.